الأيمارا هم شعب ما قبل كولومبيا، منتشرون في جميع أنحاء بوليفيا وبيرو والأرجنتين وتشيلي. نعتقد أنه مر أكثر من 11,000 عام على التكيف مع هذا المناخ، حيث تبلغ نسبة الأكسجين التي تأخذها الرئتان حوالي 60%، مما نحصل عليه عند مستوى سطح البحر. عندما تنظر إلى فسيولوجيا الأشخاص الذين يعيشون في مناخات شديدة، فإنك ستندهش. يمكنهم القيام بأشياء لا يمكننا القيام بها، لأن جيناتنا لم تطور تلك القدرات للقيام بذلك. ما الذي يجعل الأيمارا قادرين على العيش على هذا الارتفاع؟ الأيمارا مثل الآخرين الذين يعيشون على ارتفاعات عالية، لديهم طرائق للتكيف التي تفسرها طفرات مختلفة، وفي كثير من الأحيان بسبب العوامل المثيرة في نقص الأكسجة، عائلات الجينات التي تساعد كل عامل ممكن للحصول على المزيد من الأكسجين وتوفر الأكسجين القليل الذي يمكنهم الحصول عليه. هناك جين مشهور يسمى EGLN. من المعروف أن الأيمارا لديها متغير مختلف عنه، والذي يجعل تثبيت الأكسجين أفضل. لذا فإن الشيء اللافت للنظر في هذا التكيف هو أنه يبدأ بضربة حظ، ومع ذلك بمجرد ظهوره يحصل أولئك الذين يمتلكونه على الكثير من المميزات. إذا قارنا الأيمارا على ارتفاع 4,000 متر، هل هم بشر خارقون؟ إنهم قادرون على أخذ الأكسجين القليل الموجود في البيئة، هذا يجعلهم مثلنا عند مستوى سطح البحر، لكنهم أفضل منا على ارتفاع 4,000 متر، حيث يعطي الغلاف الجوي القليل جداً.